أولا الفكرة فكرة شيطانية، الصندوق دي فكرة عفاريت اللي عمل. بدل ما أروح عند الراجل الصاغة أشتري ذهب، حديك ورقة إنك أنت اشتريت الذهب بس أنت ما خدتوش في إيدك. هي الفكرة ببساطة جدا، بقول لك انت هتشتري جرام الذهب ب 2500، بعد شهر بقى ب 2700، هندفع لك ال 2700 حق الجرام بتاعك. العشرة اللي دين عاملها عشان اخف الضغط عن الذهب اللي جوه البلد، هو عايز يلم الذهب ويقدر يبيعه في السوق العالمي ويحصل دولارات. هو اللي حصل فعليا ان الذهب نفسه مش موجود، بس انا عملت عليه التبادلات عليه، فانا بدل ما يكون عندي عرض من الذهب مش متاح، انا فكيت الازمه ان انا وفرت سوق افتراضي للذهب، لكن هو مش موجود حقيقه. عمر الضرائب في مصر ما وصلت لهذا الرقم. الحكومة الحالية عملت 3 أضعاف ما كان في عهد مبارك. ضرائب.